نروح نشوف دلوقتي اللقاء اللي حصل بعد المباراة تحديدا مع كريم فؤاد ونرجع نكمل. الحمد لله على كل حاجة. الواحد من كتر ما هو مبسوط او الاحساس اللي هو حاسه، انا مش قادر اوصف اي حاجة بصراحة. احساس ان انت كنت بعيد جدا، بقالك فترة طويلة وما بتشاركش وبعيد عن الملعب، احساس انك بترجع تاني واول مشاركة ليك، واول ما بتنزل بتجيب جون، يعني كرم كبير من عند ربنا وعوض كبير من ربنا على الفترة اللي انت تعبتها وعلى كل الشغل اللي انت اشتغلته. بصراحة أنا مش لاقي كلام أقوله يوصف اللي أنا حاسه. بصراحة أنا يعني مبسوط جدا إني رجعت، ومبسوط جدا إن أنا بشارك تاني، والحمد لله الحمد لله. فرحة كبيرة جدا، لأن البداية مهمة يا كريم، إن أنت تكسب فريق المصري بنتيجة 4-0 دي نتيجة كبيرة جدا. كمان عايز أتكلم عليك، إزاي قدرت ترجع نفسك، لعيبتنا كمان والخبرات إزاي قدرت إن هي ترجع كريم، لأن كريم قيمة كبيرة جدا في النادي الأهلي. هي طبعا فوز كبير ومهم في بداية الدوري، محتاجين ان احنا نحافظ على تركيزنا كل الماتشات من قبل ما الدوري ما يبدا، واحنا مركزين من بعد ماتش السوبر وخلاص صفحه واتقفلت ودخلنا في الدوري ومركزين في الدوري، وكل حاجه او كل ماتش ليه تركيزه الخاص بيه بغض النظر عن اللي فات وعن اللي جاي. طبعا اللعيبه كان ليها دور في ان كريم يرجع بسرعه او كريم يكون مركز. اللعيبه اول ما نزلت ان اللعيبه كلها مستنياني وعايزه تبصيلي عشان خاطر محتاجين يرجعوا لي ثقتي في نفسي تاني. الكلام اللعيبه، واول ما دخلت السكور اللعيبه كلها الحمد لله على السلامه، ناس بترحب بيا. فالحمد لله، يعني الحمد لله. انا يعني شعور بصراحه انا مش عارف اوصفه، وبشكر كل الناس اللي كانت واقفه جنبي، وبشكر لعيبه زمايلي بصراحه، يعني كان دورهم كبير جدا الحمد لله. لقطه كارلوس، يعني الراجل فرحان جدا، الراجل بقاله فتره قليله معانا والراجل حياك وفرحان جدا ليك يا كريم، دي حاجات كبيره جدا وعلى ما اعتقد بتفرق معاك بشكل كبير. يمكن من اول ما انا بدات انزل الملعب واحنا في النمسا اشتغلت مع كارلوس بشكل تخصصي شويه، او بنزل جزء من التمرين واخرج اشتغل معاه بقيه التمرين. فكان التمرين دايما حماسي والشغل كان كويس وكنا بنتطور فيه يوم عن يوم، وهو كان مبسوط مني جدا في التمرين وشايف ان انا متحمس ان انا ارجع، وشايف ان انا عندي دوافع وعندي حماس ان انا ارجع. عشان كده هو حياني تحيه خاصه لما رجعت، عشان هو كان شايف ده في التمرين، كان شايف قد ايه انا عايز ارجع وقد ايه عايز اكون يعني ارجع لفورمتي تاني. فعشان كده هو حياني التحيه دي، وانا بشكره جدا على الفتره القصيره اللي اشتغلت معاه فيها، بس كانت فعلا مهمه جدا يعني الحمد لله. مش هطول عليك، لكن موسم صعب وشاق، محتاج كل الجهد وكل التركيز والرغبه المتجدده والدوافع. شايف الموسم ازاي؟ وبنقول لجمهور النادي الاهلي ايه؟ لان احنا نحافظ على الموسم ده صعب، عايز مجهود كبير وعايز شغل كبير جدا. هو صعب انك توصل يعني سهل انك توصل تحقق حاجه او كده، بس صعب انك تحافظ عليها دايما. فده اللي احنا عايزين نعمله السنه دي، عايزين نحافظ على كل البطولات اللي خدناها، عايزين نكررها من تاني، عايزين نحقق حاجات احسن من السنه اللي فاتت. يمكن انا كمان عندي دوافع شخصيه ان انا لازم، يعني عايز البطولات دي، لان انا ما دقتش طعمها وانا في الملعب، فعايز اخدها تاني. يعني نفسي ان انا احقق افريقيا تاني واحقق الدوري تاني وانا موجود في الملعب. فدي دوافع انا الشخصيه، ودي دوافع الفرقه كلها، ان هي تفضل محافظه على الالقاب بتاعتنا.